استقبل سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة في قصر بيان معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والوفد النيابي المرافق. جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد مجلس النواب إلى دولة الكويت الشقيقة وبدعوة كريمة من معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي. وخلال اللقاء أشاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعمق ومتانة العلاقات الكويتية البحرينية وتميزها في مختلف المستويات وما تحظى به من اهتمام ودعم بفضل حكمة أمير دولة الكويت وأخيه جلالة الملك المفدى حفظهما الله ورعاهما، معربا سموه عن تقديره وامتنانه لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. من جانبها تشرفت معالي رئيسة مجلس النواب بنقل تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وأكدت معاليها أهمية ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة وروابط اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، ومنوها معاليها بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمام كبير ورعاية سامية من لدن عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة. وأعربت معاليها عن تطلع السلطة التشريعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع دولة الكويت الشقيقة وتفعيل دور اللجان والمجالس الثنائية لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المشتركة.